ويا مساء الخير حبيباتي، جهزت لكم طريقة صابونية مرة سهلة. أول خطوة يا بنات، راح آخذ نص ملعقة من الزعتر البري مع ملعقة طعام من العرق سوس، وأخلطهم مع كوب من ماء الورد. بعد ما غلى المحلول زي ما انتم شايفين، هنا عندي صابونة، اي نوع صابونة عندك، سكين وايت، بابايا، جلوتاثيون، اي نوع صابون انت تحبينه. حبة واحدة ابشريها وصبي عليها الخليط. الان على نار هادية راح ارجع الصابون مع خليط الاعشاب، واضيف عليه الكركم واضيف عليه النشا. تبين النتيجة بعد روعة، ممكن انك انت تضيفين نص قالب من صابونة دوف، مرة تجنن وتفرق معك في الصابونة. يعني اختاري صابونة البابايا قالب كامل مع نص قالب من صابونة دوف، والماي تزيدينه فنجان. بعد ما تجانست الصابونية بهذا الشكل، راح اضيف الان ملعقة من زبدة الشيا ونص فنجان من زيت اللوز، اي نوع سواء حلو او مر. تبارك الرحمن، شوفوا الصابونية كريمية، ممكن تستخدمينها يوميا يا بنات. هذه تكاليفها مرة بسيطة، وان شاء الله راح تعطيك نتيجة.